السلام عليكم خوت، بخير؟ مزيان. كنت جالس مع ريما بيه، قلت زعما اجي نقارن الكونيكسيون ديال اورانج ودير انوي، حيت مؤخرا صراحه ثقيله بزاف وكتكونسوم دغيا. باش نجي ندير تيست دي بي نشوف واش اورانج خف من انوي ولا العكس. ومن جربتها لقيت كاين واحد الفرق كبير بزاف، وقلت نصوره ونوريه لكم. هنايا دابا عندي هنا نمره ديال اورانج، نمره ديالي والدري صاحبي عنده نمره ديال انوي، بزوجنا راه عندنا كونيكسيو دابا. سير دير المهم هي باش تعرفوا بلي ديال اورانج، راه لادريس اي بي ديالها راه مكتوب تحت السيت اوتوماتيك، تطلع لك سميت النمره اللي عندك، وهنا راه انوي هي راه مكتوبه هنا راه باينه. سير دير جو. انا درنا جو دقه واحده. شو شحال الفرق؟ هادي اورانج لابورمون كخلص 200 درهم للشهر، وشو على كونيكسيون فيها ديال اورانج. وانا انوي شحال تخلص لابورمون للشهر؟ انا 120 درهم. شو حال طاقين ليه في الدوبي؟ شو اورانج شحال؟ شو حال الفرق؟ واه فهمتش اخي انا الشيء.